لي 28 سنة بشتغل في هالشغلة هاي. لقمة القاضي أكلة تراثية وفلسطينية، فمن فضل الله مشهور فيها. وبعمل قطايف، قطايف الزين، بليغ الزين، اللي بوكل قطايف بجربها فبرجع عليها إن شاء الله. إقبال الناس الحمد لله رب العالمين منيح، وسعر القطايف ببيعه ب10 شيكل، في ناس بيبيعوه ب15 ب18 وب12. فأنا بقول البركة من الله، وأنا مقتنع في رزقي، فب10 شيكل كيلو خلي الناس تأكل، لأنه وضع الناس تعيس، فاللي بحس مع الناس بكون من الناس. فأنا بقول الوضع صعب على الناس، فقلت كيلو القطايف ب10 شيكل وكيلو العوام ب20 شيكل، أبو 35 في المحلات، والآلي العوام قدام الناس طازة فريش يوم يوم. فالله يعين الناس، فخلي الناس تأكل، وبقول البركة من الله، بس الله اللي بيطرح البركة. قبل 20 يوم ببدأ أحضر، عندي العدة بكون ضببها معقمة من السنة للسنة مجلتنة، ومع ذلك لما بفتحها بعقمها وبطهرها وبنظفها بالمواد التنظيف، وبجهز حالي وبقول يا رب. طبعا شغلتي هاي اشي مميز فيها يعني، فاهم؟ وانا مشهور 28 سنة يعني، بديت اول سنة في الشتاء وهيت اجى الشتاء يعني. ان شاء الله ان الله اعطانا طيبة العمر والصحة، كمان سنتين ثلاثة بصير يجي رمضان بعز السقعة والموت. فأنا كان بعز السقعة يكون عندي عالم طابور، طابور ناس يعني، كل زبون 40-50 زبون يكون عندي. ففي الطقس البراد والسقعة فمرغوبة لقمة القاضي والعوامة والكرابيج الحلب وحبة القطايف، فمن فضل الله يعني مشهور الحمد لله. كله من بخليش أي عامل يصيب صنعتي يعني، خلص عشان أضمن محافظ على صنعتي. بعدين بجيب البضاعة الكرستة النخب، ما بطلع بالناقص 10 شيكل أو 20 شيكل، بدفع بزيادة 30 و40، لأنه أنا بشتري إلي منيح مش للناس، لسمعتي ولقمتي بشتري منيح إلي مش للناس. فبطلب البركة من الله وبس. بأيد كل واحد يفتح مشروع ومعاه يعني تاخذنيش في الكلمة راس مال يفتح، والتوفيق من الله عز وجل يعني. احنا بنتوكل على الله مش على العبد يعني. انا الصبح بطلع الساعة 3:30 الصبح من بيتي وبقصد باب الله، ما بضمن مين بيجي علي، ما بعرف. امرات بعد ساعة ما ببيعش ولا بيع، وامرات نص ساعة بعود علي طول النهار. فالرزق من رب العالمين مش على العبد، على الله وبس.